الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية قتل الذئب في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا شاهد الرائي أنه يقتل ذئبا في المنام، فيعني ذلك أنه يفقد شخصا عزيز عليه وقريب منه، والله أعلم. كما تشير تلك الرؤيا أيضا إلى الخسارة المادية التي سيواجهها الرائي في حياته، والله أعلم. وتدل رؤية قتل الذئب إلى تعرض الرائي إلى انتقادات متعددة من الأشخاص المقربين إليه، والله أعلم. وإذا رأى الشخص مقتل الذئب، فهذا يعني أن الشخص ستلاحقه المشكلات الكثيرة في حياته، والله أعلم. تدل رؤية قطيع من الذئاب في المنام على أن الشخص مقصر ومبتعد عن الله سبحانه وتعالى في حياته الواقعية. إذا رأى الشخص قطيع كثير من الذئاب في المنام، فهذا يعني وجود أشخاص يريدون أذى الرائي، والله أعلم. تشير تلك الرؤية إلى ضعف عقيدة هذا الشخص بشكل عام في حياته. كما تعني هذه الرؤية أن الرائي يظهر بوجه آخر أمام الأشخاص ويخفي وجهه الحقيقي، والله أعلم. يعني هذا زي ايه؟ زي ما الحديث قال ذو وجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ونعوذ بالله من هؤلاء. إذا سمع الرائي عواء الذئب في المنام، فهذا يدل أن هناك شخص يحاول إلحاق الهزيمة بالشخص الرائي، والله أعلم. كما تشير تلك الرؤية إلى أن الشخص يتعرض إلى السرقة في حياته الواقعية، والله أعلم. كما أن عواء الذئب في المنام ينعكس بشكل سلبي على حياة الرائي. إذا شاهد الرائي الذئب الأبيض في المنام، فذلك يعني وفاء وإخلاص الأصدقاء المقربين من الرائي، والله أعلم. كما أن تلك الرؤية تدل على أن الشخص يحرص على محبة أسرته وعائلته بأكملها، والله أعلم. ويشير هجوم الذئب الأبيض على المرأة في المنام، فيدل ذلك على أن هناك شخصا فاسد في حياته يحاول الاقتراب منه، والله أعلى وأعلم. ما تنسوش يا أخوانا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.